والمباحثات حول ليس كل المسائل وإنما حول بعض. تفهمون يا شباب؟ لا أريد قليل قليل، أريد أن تفهم يعني تفهم. جميل. ها، حول بعض المسائل والقضايا الإيه؟ الاعتقاد. هذه السمة رقم واحد. السمة الثانية، اكتب اثنان، بعض هذه المناقشات والمباحثات نشأ، أقول مرة أخرى، بعض هذه المناقشات والمباحثات نشأ عنها خلافات في الرأي. نشأ عنها خلافات في الرأي. بعض هذه المناقشات والمباحثات نشأ عنها ماذا يا شيخ محمد؟ خلافات، بعض الخلافات في الرأي. وهذا السطر أيضا معبر، هل كل مسألة ناقشها الصحابة في القرن الأول حدث حولها خلاف الرأي؟ لا، نشأ بعض الخلافات. يا شباب مرة أخرى، هذا السطر ماذا يا أولاد؟ معبر، بعض القضايا التي نوقشت في العصر الأول نشأ عنها خلاف في الرأي فقط. هل كل قضية نوقشت نشأ عنها خلاف الرأي؟ لا. هل نوقشت قضية الوحدانية؟ نعم. هل نشأ حولها خلاف في الرأي؟ لا. لكن ما هي القضايا التي نوقشت ونشأ حولها بعض الخلافات في الرأي؟ هذا سأعطيكم أمثلتها. أليست الورقة السادسة نماذج من القضايا التي نوقشت؟ الآن أنا أريد أن أطمئن أن ما قلته قد وصلكم. السمات العامة لهذه المرحلة هي الورقة الأولى من 6 ورقات تدرس منها نشأة علم الكلام، صحيح؟ هذه السمات العامة كم سمة يا شباب؟ 5 سمات. نحن ذكرنا منها كم حتى الآن؟ الأولى بداية المناقشات والمباحثات حول بعض القضايا الإيه؟ الاعتقادية. أما القضايا الفقهية فقد دار حولها نقاش طويل. أنا الآن أتكلم عن القضايا الفقهية أم القضايا العقائدية؟ فأنا أدرس علم الفقه أم علم الكلام؟ علم العقيدة؟ علم العقيدة، صحيح. السمة الثانية أولاد يا شباب، بعض هذه المناقشات والمباحثات نشأ عنها خلافات في الرأي. خلافات في الرأي فقط، كل القضايا أم بعضها؟ بعضها. السمة الثالثة، وكل كلمة مبنية على التي سبقتها حتى تتضح الصورة كاملة. السمة الثالثة قلت فيها تحولت بعد حين، ليس في مرحلة النشأة، تحولت بعض حين إلى اتجاهات تبناها بعض الفرق والطوائف. تحولت بعد حين، يعني بعد زمن. ها تاني، تحولت بعد حين إلى اتجاهات تبنتها بعض الفرق والطوائف. وهذا السطر أيضا معبر، وهذا السطر أيضا معبر. فهل نشأ في هذه الفترة فرق وطوائف؟ ها؟ لا لا، وإنما هذه الخلافات في الرأي التي كانت في السنة رقم 2، هذه الخلافات في الرأي تحولت فيما بعد إلى تيارات واتجاهات. تحولت بعد حين، تحولت بعد إيه؟ بعد حين، يعني بعد زمن، يعني بعد أن دخلنا في المرحلة التي تليها، إلى تيارات واتجاهات تبنتها بعض الإيه؟ بعض الفرق. تفهمون من ذلك، من هذا ماذا؟ تفهمون أن الفرق التي سنتكلم عنها في المرحلة التالية جذور الآراء التي تبنتها هذه الفرق موجودة أي؟ في مرحلة النشأة. فهمتم؟ كم سنة حتى الآن؟ الأولى بداية المناقشات والمباحثات حول بعض القضايا. السنة الثانية، بعض هذه المناقشات أدت إلى اختلافات في الرأي. هذا الاختلاف في الرأي في السمة الثالثة تحول إلى تيارات وأفكار تبنتها بعض الفرق، لكن متى؟ بعد حين. بعد حين ماذا أقصد بكلمة بعد حين؟ بعد زمن. هذه كم سمة يا شباب؟ وقد ذكرت لكم أن هذه السمات في المرحلة في الورقة الأولى كم؟ 5. إذن الآن علينا أن نعرف السمة رقم 4. قلت في السمة الرابعة لم تدون كل هذه المباحث ولم تتحول كلها، لم تدون
كل هذه المباحث ولم تتحول كلها إلى مذاهب مكتملة كما سيحدث بعد ذلك. هل كل قضية ناقشوها كتبوها؟ لا، إنما كان نقاشا عابرا، كان نقاشا عابرا. أنا أعرف أنكم تريدوا أن تكتبوا كل كلمة، صحيح؟ ولذلك أنا سأعيد السنة الرابعة هذه مرة أخرى، أقول فيها لم تدون، تدون تاء ودال وواو ونون، كتبتم؟ سامحكم الله. لم يا شيخ محمد تدون إيه؟ كل هذه المباحث ولم تتحول كلها إلى مذاهب مكتملة كما سيحدث فيما بعد. وأيضا هذا السطر معبر، تدرون يا شباب هذا يعني أن بعض هذه القضايا كتبت ودونت في القرن الإيه؟ الأول والثاني، وهذا سيحدث أثناء رحلتنا مع علم الكلام. نحن الآن مع علم الكلام في القرن رقم كم؟ في القرن الكم؟ الأول والثاني. كم سنة كتبنا؟ أربعة. ودع القلم وانظر إلي. خلاصة هذه السمات الأربعة أن البيئة الإسلامية في القرن الأول شهدت بعض النقاشات حول قضايا العقيدة، حول قضايا العقيدة. بعض النقاشات انتهى بسلام، انتهى بسلام، فاطمأن الناس في القرن الأول والثاني وهدأت الأحوال. وبعض النقاشات تحولت إلى خلاف في الرأي. هذا الخلاف في الرأي مع مرور الزمن تحول إلى مذهب بعد حين، جميل. ولكن كل ما نوقش في القرن الأول والثاني ليس كله كتب وليس كله صار مذهبا فيما بعد. هذا خلاصة ما ذكرته حتى الآن. صعب أم سهل؟ واضح أم فيه مشكل؟ واضح جدا ولا قليل قليل؟ فخذ إذن السمة الخامسة، السمة الخامسة والأخيرة لن تحول إلى ورقة رقم تفهم يا شيخ. أما السمة الخامسة يا شباب فتغلب، تغلل مشددة، تغلب تغلب الطابع السياسي على هذه، تغلب الطابع السياسي على هذه التجمعات دون الطابع الفكري. تغلب يعني كان الطابع السياسي هو الغالب وألقى بظلاله على نقاشات الناس حول المعتقدات. تغلب الطابع السياسي على هذه المناقشات والتجمعات دون الطابع الفكري. وهذا السطر أيضا شديد التعبير، كون الطابع السياسي هو الذي تغلب، هل هذا يعني انعدام الطابع الفكري؟ ها؟ فهمتم؟ أنا أقصد كل كلمة. هذا العلم شديد الدقة في التعبير. كان عندنا أستاذ في جامعة الأزهر رحمه الله كان يدرس لنا هذا العلم ويقول إذا نظرت في كراسة الإجابة فوجدتك ملأت الصفحة الأولى وانتقلت إلى الصفحة الثانية في كراسة الإجابة فأنت عندي راسب ولو كتبت فيها علم الأولين والأخرين. فأنا لا أحتاج منك إلا إلى كلمات معبرة، فمن سيكتب لي نصف الورقة الأولى من كراسة الإجابة يأخذ امتياز، والذي سيملأ الورقة الأولى يأخذ جيد، والذي سيكتب ثلاثة أربعة الورقة الأولى يأخذ جيد جدا، والذي يكتب كلمة واحدة في الورقة الثانية يرصب. لماذا؟ ها، إما أن تكون فاهم أو لا تكون. فالفاهم ماذا سيفعل الفاهم؟ سيكتب بتعبيرات دقيقة ومعبرة. أما غير الفاهم فبما أن وحيث إن وإذا كان وسوف يكون وسوف يحدث، فيملأ ست ورقات ويظن أنه عالم. ما شاء الله، مرأة كراسة الإجابة، هذا بجب. تفهمون؟ فكل كلمة. وهذا العلم يا شباب من أهم ظلاله على دارسه أن يعلمك طريقة التعبير الدقيقة. يعلمك ماذا يا شيخ أنس؟ فين شيخ أنس؟ يعلمك ماذا؟ دقيقة جدا. فتجد العالم في علم الكلام كلامه قليل ومعبر، قليل وماذا؟
ومعبر، بخلاف من يتخرج من كلية الدعوة ولا من كلية ثم في النهاية ما هي النتيجة؟ في عبارتين. لذلك كان الله يرحمه أستاذنا، الله يرحمه، كان اسمه يعني هذا من البر به، أستاذنا الدكتور عبد المعطي محمد بيومي الله يرحمه، دكتور محمد عبد الدكتور عبد المعطي بيومي ده كان يعطيني كتبه لألخصها له، يقول التلخيص علامة الفهم والذكاء، وليس كل إنسان يستطيع أن يلخص، لأن التلخيص معناه أن تأتي بكل الأفكار دون أن تشرد منك فكرة بعبارات موجزة ودقيقة. تغلب في السنة رقم كم؟ الخامس. لذلك تجدونني ألخص لكم، شوف الكتاب 400 ورقة ونحن نلخصه في 50 ورقة لا تزيد. لماذا؟ تعبير دقيق ومعبر. يا شباب، تغلب الطابع ماذا؟ السياسي في هذه المرحلة على ومثال، اكتب في هذا الطابع الخامس وفي هذا هذه السنة الخامسة، ومثال ذلك الخوارج، ومثال ذلك من؟ الخوارج. فالخوارج طلوا برؤوسهم القبيحة على العالم الإسلامي في أي قرن من القرون؟ الأول. هذا لأنكم لم تدرسوا التاريخ الإسلامي. تذكرون أني قلت لابد من إقامة دورة في ماذا؟ في التاريخ. لا تعرفون التاريخ، ولو أخذت دكتوراه من جامعة الأزهر ورجعت إلى بلادك فأنت عرضة إلى ترك هذا الدين، لا 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 لأن تشكك فيه، فأنت عرضة إلى أن تتركه. وأنا دقيق في تعبيري، هذا يعني أنك ستتركه أم أنك معرض لذلك؟ فما الذي يحصنك من أن تتعرض لمثل هذا؟ أن تدرس هذا التاريخ دراسة جيدة. فأنا والله متعجب إذ أسأل طلبة الأزهر الشريف أقول الخوارج طلوا برؤوسهم على العالم الإسلامي في أي قرن فلا يعرفون؟ هذه كارثة. وهل الخوارج ما، وأنا سأدرس معكم الفرق التي انتشرت في العالم الإسلامي وستتعجبون من كيف نجهل كل هذا. ها وشيخ السنة الخامسة ما هي؟ لا تجعلوني يعني أتكلم كثيرا، دعونا نذكر ما أردنا نذكره فقط، ولكن هذا يجب أن يقال لكم، لا بد وأن تدرسوا التاريخ الإسلامي يا شباب. ما الذي حدث في القرن الأول؟ وكيف أصبحت الخلافة ملكا عضوضا؟ ومن الذي مات في آخر من مات من الصحابة؟ وأين مات؟ وما الذي حدث من أحداث في زمن سيدنا معاوية وسيدنا علي؟ وبعد ذلك الدولة الأموية والدولة العباسية، العصر الأول والعصر الثاني، كيف لا تعرفون هذا؟ يجب أن تعرفوه، يجب. مرة أخرى السمة الخامسة ما هي؟ أسمعوني إياها. ومثال ذلك فالخوارج ظهروا في أي قرن يا شباب؟ الأول. لم تنتهي المئة الأولى من الهجرة حتى برزت هذه الأفكار بقوة في العالم الإسلامي. جاءت من الخارج أم أنها نتجت نتاج هذا العالم وهذا، كما سأذكر الأسباب الأصلية والأسباب الفرعية في الأوراق القادمة في العالم الإيه؟ هذه الورقة الأولى في مرحلة النشأة، وما هي إلا سمات. عنوان الورقة ماذا؟ سمات عامة. دخلنا في تفاصيل ولا لم ندخل بعد؟ ندخل بعد. هي مجرد ماذا؟ سمات إيش؟ عامة. وفي كل مرحلة من المراحل الخمسة التي سنذكرها ستجدون في كل مرحلة سمات عامة لكل مرحلة. كل مرحلة لها ماذا؟ لها سماتها العامة. تفهمون هذا يا شباب؟ فقولوا لي هذه السمات العامة لمرحلة النشأة ما هي؟ بداية المناقشات. هذه المناقشات أسفرت عن خلاف في الرأي. هل كل ما حدث من خلاف في الرأي أصبح مذهبا أم أنه أصبح بعد حين؟ بعد حين. هل كتبت ودينت كل الخلافات؟ لا. ثم ما الذي غلب على هذه المرحلة؟ الطابع. فكأن النشأة الأولى للقضايا العقائدية والكلامية كان واحد من أهم أسباب إنشائها هو الطابع السياسي. ولكم أن تذكروا هذه الكلمة ولا تنسوها، أرجوكم لا تنسوا هذه العبارة، ضع حولها دائرة وضعها في بؤرة اهتمامك، فإنها منطلق جيد وقوي لفهم تاريخ علم الكلام. منطلق جيد ومهم لفهم إيش؟ تاريخ علم الكلام. الورقة الثانية ما هي يا شباب؟ ها؟ مسألة أصلية ولكنها جانبية. لماذا نتكلم عن هذه المسألة؟ أولا ما هي هذه المسألة ولماذا نتكلم عنها؟ ثم نبدأ في ذكر بقية المرحلة.
أولا ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة الأصلية هي هي هل علم الكلام هذا أصيل من الملة الإسلامية أم أنه جاء إلى المسلمين من الغرب ومن الفلاسفة اليونان ومن إخوان الصفا وخلان الوفا؟ أصلية هذه المسألة؟ هامة أم أنها غير هامة؟ جدا. هل علم الكلام أصيل من البيئة الإسلامية والكتاب والسنة أم أنه دخيل على هذه الأمة والملة؟ هذا هو السؤال يا شباب. اتهم علم الكلام بأنه دخيل كما اتهم التصوف، تعرفون التصوف؟ واتهم بأنه جاء من النصرانية أو من البوذية أو من الهندوسية، كذلك اتهم علم الكلام أنه جاء من اليونان وأنه ليس أصيلا في الملة الإسلامية. والحق يا شباب أن العوامل الأصلية والعوامل الفرعية التي سأذكرها في هذا الدرس وفي هذه الدورة تدحض هذه الشبهة وتدل على أن علم الكلام أصيل في البيئة الإسلامية. تفهمون؟ ما هي المسألة؟ هل علم الكلام أصيل أم أنه دخيل؟ لا لا، لو عايز أسمع يا شباب، دخيل أم أصيل؟ أصيل. ولكن للإنصاف، لماذا شباب؟ للإنصاف، هل تأثر علم الكلام بالوافد الغربي أو بالوافد من الثقافات الأخرى غير الإسلام؟ الإجابة نعم، ولكن هذا التأثر لم يظهر إلا في المرحلة الثالثة. في المرحلة رقم كم؟ الثالثة من 5 مراحل ذكرتها لحضرتك. أها يا جماعة، هل تأثر علم الكلام بالوافد من غير الملة؟ الإجابة نعم. متى ظهر هذا الأثر؟ في المرحلة الثالثة، والتي سأفصلها لكم في هذه الدورة بإذن الله. في المرحلة الكام يا شباب؟ الثالثة. هل تأثر علم الكلام بوافد جاء غريبا عن البيئة الإسلامية في المرحلة الأولى؟ الإجابة ماذا؟ لا، بإطلاق لا. ما زال هكذا قال العلماء، ما زال علم الكلام أصيلا في الملة الإسلامية منذ نشأته إلى نواحي القرن 6 الهجري أو 7 الهجري، يعني 700 عام والأفكار حول عقيدة المسلمين أصيلة في البيئة الإسلامية، لم يدخل عليها دخيل من الخارج. فهمتم؟ ما هي المسألة التي فصلناها في هذه الورقة؟ هل علم الكلام أصيل أم دخيل؟ أصيل. ودليلنا على هذا عوامل أصلية وعوامل فرعية سنذكرها مساعدة، لأني اطلعت بالصدفة أمس بالمصادفة البحتة وأنا أقلب فيما يسمى باليوتيوب، فرأيت إنسانا كأنه شامت يقول مفتي كذا رد على الشيخ أسامة الأزهري وألقمه الحجر. قلت ليش ألقمه الحجر؟ الشيخ عمل إيه؟ قال لأنه قال في وجهه إن علم الكلام علم محرم ودخيل على البيئة الإسلامية. فأيهما ألقم الحجر؟ أيهما البجم؟ شيخنا بجم أم أنه هذا الذي لم يفهم هذا الذي نقوله؟ يا جماعة، وأنا أحصنكم وأحصن أفكاركم من أن يعبث فيها إنسان فيقول لكم علم الكلام هذا منهي عنه وهو دخيل على البيئة الإسلامية. هذه الدراسة وهذا المدخل لتعرفوا أن هذا علم أصيل من بنية الكتاب والسنة ومن بنية كلام العلماء في القرن الأول الهجري. فهذه هي المسألة في غاية الأهمية. الآن قبل أن نشرع في توضيح بقية هذه المرحلة، أريدكم أن يستقر في أذهانكم أن علم الكلام أصيل من الملة الإسلامية. صحيح؟ علم العقيدة، علم البحث والنظر، علم يا أخي القرآن ذكر العقل والبحث والنظر كم مرة؟ أكثر من 900 مرة ذكر العقل بمشتقاته 900 مرة. فإذا هل القرآن جاء للجهلاء أم جاء للعقلاء؟ أليس في شريف علمكم أن العقل مناط التكليف؟ إذا سقط العقل يكلف الإنسان. ها؟ ورحم الله ابن تيمية إذ ألف كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل. درء إيه؟ تعارض العقل وماذا؟ فإن العقل الصحيح لا ينافي النقل الصريح، وهذه كلمات بالتفصيل ستعرفونها ونحن في هذه الرحلة. لكن الآن انتهينا من الورقة الثانية والتي عنوانها مسألة أصيلة
جانبية. لماذا هي جانبية؟ لأنها لا تحكي قصة العصر، وإنما هي تحكي أننا يا جماعة بناء على ما سنذكره فيها في هذه الدورة، أن هذا العلم أصيل أم دخيل؟ ها؟ أصيل أم دخيل؟ أصيل. انتهت هذه المسألة؟ طيب، ولقد كنا في غاية الإنصاف إذ ذكرنا لحضراتكم كما ذكر مولانا الشيخ في كتابه هذا أن علم الكلام تأثر بالوافد الغربي، تأثر من باب التأثير والتأثر، بل كان شيخنا في محاضراته يقول لنا إن لم يتأثر بغيره لاتهمناه بالموات، فإن الحي هو الذي يتأثر ويؤثر، فإن لم يتأثر يكون ماذا؟ ميت. فهل رأيتم ميتا يتأثر إلا بحساب الملكين؟ هو ميت نحن، لكن ما دام تأثر وأثر هذا يعني معناه أنه علم ماذا؟ حي، فيه روح،